باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد إلا على أحد يحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة للترمذي، قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير من خيرت أهل الشام، لكنهم أهل الشام جميعا يعرفون بالتلديس في هذا الباب، عن يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء العمري القرشي، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صار الحديث، نعم، والنسائي أيضا قال ثقة، وابن سعد قال ثقة. قال عن وكيع بن عدس، وكيع بن عدس أو عدس ابن القطان، قال ابن القطان قال مجهول. وثقه بعضهم، ابن قتيبة أيضا قال غير معروف، ذكر ابن حبان في الثقات. عن عمه أبي رزين لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر، الرؤيا على رجل طائر، المراد الرؤيا لا يستقر تأويلها حتى تعبر، لا يستقر تأويلها حتى تعبر، كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار له، كالشيء المعبر المعلق برجل الطائر لا استقرار له. قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وأحسبه قال: لا يقصها إلا على واد أو على ذي رأي. يعني إيش على واد وذي رأي؟ يعني على حكيم. هذا حديث أيضا يبين لنا أدبا من أداب الرؤيا في قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. فإذا عبرت وقعت، قال: والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قد تكلمنا في ذلك وقلنا أن الرابط بينهما الإخبار بالغيوب، وهذه لمس على أمر في الغيب يمثل له بالأمثال وهو في منامه. قال: الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. طبعاً في قوله فإذا عبرت وقعت، العلماء بعض العلماء حملها على إطلاقها، لأنها تبقى لها مسألة التعبير، وأنها إذا عبرت سواء كانت على الصواب أو على الخطأ وقعت. ولذلك يؤكدون هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقصها إلا على واد، يعني محب أو ذي رأي حكيم يتقن الرؤية. والصحيح الراجح في هذه المسألة أن الرؤيا نعم على رجل طائر كما قال النبي، ولا نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، هي على رجل طائر لا يستقر لها قرار حتى تعبر. يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، إذا عبرت على وجهها الصحيح وقعت، إذا عبرت على وجهها الصحيح وقعت، هذا المعنى الصحيح. طبعا لنا أدلة على ذلك كثيرة من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أول الرؤيا أصاب في بعض وأخطأ في بعض. ما قال النبي أنا استقع، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهي تؤول، ويمكن لها توجيه آخر. يا ترى ما هو التوجيه الآخر وما دليله؟ يبقى التوجيه الأول في هذا الباب أن هذا عن مخصوص، المعنى إذا عبرت على وجهها هو الوجه الصحيح وقعت، هذا المعنى الأصلي. لكن لو عبرت خطأ لا تقع، أو لها توجيه آخر. ليتكم تأتوني بهذا التوجيه مع الدليل، أراه بعيدا عنكم، لكن هذا لا يمنع السؤال. ممكن السؤال مرة ثانية. قلت قد تؤول توجه توجيها آخر، أعطيت توجيهين. التوجيه الأول في قولي الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، قلت هذا عن مخصوص، يعني إذا عبرت على وجهها الصحيح الذي تحمل عليه وقعت، لكن لم تعبر على وجه الصحيح لا تقع. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يقع ما أخطأ فيه. نعم. قلت وقد يكون لها توجيه آخر، ما هو وما دليله؟ هذا الذي أريده.
ممكن إذا عبرت عن صدق الرأي وقعت، والدليل الرأي يعني، ودليل أنها جزء من 46 جزء من هو جيد. ما زلت أقول التوجيه، قلت أظن أنه بعيد عنكم جدا، لكن هو فيه دليل، فيه أثر. من القدر تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ على وجه، ثم عبرت على وجه على وجه الآخر وقعت به موافقة لما قدر الله. لا لا، أنا ما فهمت، ما فهمت، راجعي قولك يا تاجر القار، ما معنى هذا؟ هي لو كنت في اللوح المحفوظ وعبرت على غير ما كان عليه اللوح المحفوظ لا تقع، وهذا يؤكد ما قلناه. إذا عبرت خطأ وقعت أيضا، الدليل المرأة التي قضت على أمنا عائشة قص وقص عليها قصتها، هاتي الدليل، هذا الدليل ليس لك. لا لا، هو نفس الدليل يا أم عبد الرحمن، وجهتيه توجيها خطأ وفتحت لهم أبوابا، لكن جزاك الله خيرا فتحت لهم أبوابا. قد يكون في تعبيرها وجهين عهدهما، لا يعني كلام جيد يا ربيع، جيد. وقال سيدنا يوسف لما عبر رؤيتين، لما عبروا رؤيا وقالوا أدغاث أحلام، كيف هذا؟ عرض الذي جاء لابن سيرين وقص عليه رؤيا لم يكن قد رآها فأولها له فأصابه ما كان فيها من مكروه، ولم يكن قد رآها صالة وتحققت فلن تتحقق ويكون قد رآها. ده هذا، ده معنى هذا أنه يقال بأنها ستقع ولو ولت خطأ. لا طيب، هو الإجابة عند أم عبد الرحمن يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاءت امرأة كانت تقص على عائشة رضي الله عنها وأرضاها رؤياها، وكان الرؤيا على أسنان وقعت أو شيء من ذلك، فكان التأويل أن يموت زوجها أو أبوها، أو يعني من عندها يموت. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه بهذه الرؤيا فيؤولها بمحمل آخر، محمل حسن قد تحمل عليه وإن كان بعيدا لم يكن قريبا، بمحمل حسن قد يكون بعيدا لا قريبا لكن يحمله، فيكون هنا هي على رجل طائر. فإن كان لها كما قال ربيع، إن كان لها وجهان، وجه قريب ووجه بعيد، فيستملح الوجه البعيد ويبدأ يؤولها، يوجهه على البعيد، لأن فيه بعض في احتمالية قليلة، لكن الاحتمال وارد، الاحتمال موجود، وإن كان الاحتمال ليس كبيرا، فيكون بالاحتمال القليل هذا القليل يحمله عليه فتكون تقع عليه، فتقع عليه. هذا يكون التوجيه الثاني هذه المسألة، هذا يكون التوجيه الثاني هذه المسألة. التوجيه الأول هو الأسد، وهو أنها لا تقع إلا لمن كان عالما بها وتقع على وجهها، فتقع تؤول على وجهها فتقع. نعم، وهي يعني تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ بهذا، أو على أنها تقع في كل الأحوال إذا كان لها وجهان، وجه بعيد جدا ووجه قريب جدا، فيحملها على البعيد من باب البشرة وإدخال السرعة المسلم. ولذلك كان النبي يؤولها، وكانت على خير ما تكون المرأة. فلما أولتها عائشة وقالت لها بالموت، ذهبت ووجدتهما قد ماتا، لأن عائشة أولتها على القريب. ثم قالوا الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قلنا أنها تلامس الغيوب. قال وأحسبه، قال لا يقصها إلا على واد. لما؟ لأن الرؤيا قد تكون لها في البشرى الخير للرجل فيحسد، والعين حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي بالعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، وقال العين حق، تدخل الجمل القدر والرجل القبر، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. فلذلك من أحبك ويعني أنت قصصت عليه رؤيا خير يسعد جدا لك، وإن كان في غير ذلك يدعو لك أن ترفع وألا يقع عليك من شيء. هذا 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 أصل أصيل في هذا الباب لأهل الخير ولأهل السعادة، ومن أحبك في الله ما تراه إلا يسعى في رضا الله لك. الغرض المقصود قال إلا على واد أو ذي رأي، يعني عالم، أو ذي رأي يعني
عالم يستطيع أن يعبر الرؤية تعبيرا صحيحا فتقع على وجهها، لأن فيها ما فيها من السعادة لك فتكون على وجهها إذا عبرها تعبيرا يعني موافقا. وأنت ترى عندما ذهبوا إلى يوسف عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا أفتنا، ثم قالوا إنا نراك من المحسنين. أيوة نعم، أعلم أنك قصدت ذلك وقلت أنت التي أصبت وأتيت بالدليل مع عبد الرحمن، وفقت جدا والله، جزاك الله خيرا. ولذلك عاتبها النبي في ذلك، ممتازة يا عبد الرحمن ممتازة. فيكون هذا التوجيه الثاني، لأن النبي حملها كما قلنا، وكان دائما يؤولها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحمل من وجه بعيد فيه البشرى دون غيرها. الفوائد المستنبطة: وجوب الأخذ بالأسباب، وجوب الأخذ بالأسباب، هذا نعم التوكل بذلك، والمسببات منوطة بأسبابها، لأنه قال لا يقصى إلا على واد أو ذي رأي. جيد، قريب مما قلنا هذا ربيع. الثاني التوفيق في التماس الوحي، التوفيق في التماس الوحي.